كل عام قاعد يدفع. واخرتها هو نهار الجمعه اللي كونفوكي من كوميسيون ديسيبلين دو لا فيدراسيون اللي هي كوميسيون انديبوندونت استدعاته. كل عام عم سامي السعيد انا قاعد يتعاقب، فهمتني؟ اما احنا ما نعملوش حمد في الحبس، نعاقبه يا اما ما يقعدش على البنك، يا اما عقوبه رياضيه او عقوبه ماليه، اكثر من كما نعملوش، ما عندناش حق نعمل. لكن لاست بالعقوبات اللي هو جدول العقوبات عبد السلام السعيداني وشخصيا، هذاك هو جدول العقوبات اللي موجود. انت حتى كي تعملوا سانكسيون افي كي يخرج البلاتو ما تنجمش تتحكم فيه، شو يقول ونعرف واش تقصد، فهمتني؟ بار كونسيكون احنا عندنا شكون معاقب افي وهو قاعد ينشط وقاعد يمشي في البلاتو، واش عندنا نعملوا؟ المفيد انه كي يتعاقب الانسان ثم حاجات ما تنجمش يعملها، ثم عقوبات تحرم المعني من الامر لامضاء عقود مع اللاعب، وثم عقوبات ما يقش البنك، وعقوبات ماليه والى اخره. العقوبات الممكنه حسب جدول العقوبات بتاع الجامعه قاعد ياخذ فيها حسام سعيدين. هو في كل مناسبه اعلاميه يطلع يشكرك، حتى قال انه بعد باب امي يجي وادي على الجاري. شو رايك في نوع التصريحات هذو؟ التصريحات ولا تصريحات اخرى؟ التصريح هذا اللي عنده باش تصريحات يشبه له، اما خذيت التصريح هذا، هذا انت كان مش خايب اذا كان هو يشوف في وادي على الجاري مثال يشرفه وبارك الله فيه. سبنيش باش نقول لك خايب، مسكين واحد يقول لك انا عزيز علي بعد امي وبابا، هو تقول له لا ما حقكش تقول هيك، بارك الله فيه، انا بيدي نحترم فيه حاجات ونلوم فيه حاجات. لكن العديد يعتبر انه عبد السلام السعيداني بسبب تقرب ومدح المفرط فيه لسعد وديع الجاري في الاخر بالكل لقى ريزوتا اللي هو مشاركه نادي رياضي البنزرتي في البطوله العربيه. لا نادي البنزرتي عريق من قبل.